المنطقة الشرقية كنوزها لا تعد ولا تحصى. هالمنطقة بطبيعتها المتنوعة من دبل حصن لين خور فكان وكلبة، كلها جمال وخيرها وسيع. بس في برنامج نباتات في الشرقية تركيزنا بيكون على كنوز هذه الأرض الزراعية، كنوز لين اليوم اعتمدنا عليها وعاش منها الأوليين يوم ما كان لهم سند غير الأرض، فمنها الأكل ومنها الدواء ومنها الكسوة. ومع كل التطور اللي وصلت للدولة لا يزال هناك اهتمام شديد بثروتها النباتية، واليوم في جهود كبيرة تنبذل لحمايتها وإكثارها وتوظيفها. ولو بتصير أي بيت إماراتي لابد أنك تحصل هذه النباتات بحديقة البيت أو خزانة المطبخ، خصوصاً الأعشاب اللي اعتمد عليها الأوليين في التداوي من الأمراض اللي شاعت بذاك الزمن ولين اليوم. نبات حلقة اليوم من النباتات المشهورة والمتعارف عليها عند كل الناس. اختلفت مسمياتها من مكان للثاني، هي نبتة من فصيلة الصباريات وتنمو في المناخات الحارة والجافة. نبات يتحمل أصعب وأشد الظروف الجوية. هالنبتة ساقها قصيرة وأوراقها خضراء وسميكة جدا ذات حواف حادة وشوكية. ومن أهم ما يميز الأوراق وتخزينها للعصارة الهلامية داخلها. ها، أتوقع عرفتوا النبتة. اليوم بنتعرف على نبات الصقل، الصبار أو الألوفيرا في مسمى آخر. وهالنبتة عجيبة، تتميز بخصائص عديدة. المياه اللي تتخزن داخل أوراق الصقل تشكل مادة لزجة مليئة بالفوائد، لأنها تحتوي على مضادات أكسدة بكميات وتركيزات كبيرة. وأكيد الأوليين استخدموا هالنبات في مجالات مختلفة ولعلاج الكثير من الأمراض. خلونا نتعرف وياكم أكثر على هالنبات وخصائصه مع أم خميس والدكتورة سوزان. الأوليين ما تغانوا عنه، والصقل محلي يستوي عندنا هنا موجود، ما يدورونه ولا يبونه من مكان بعيد ولا شيء، لا موجود في البلاد عندنا. وهذا دواهم بالصقل وبالقرط، خصة اللي يروح القرط والصقل. نبات الصبار هو بيتبع الفصيلة الزنبقية، وهذا النبات طبعا إذا بدنا نحكي عنه يمكن ما حنخلص. هو إذا بدنا نحكي عن أوراقه بيوصل ارتفاعها 60 سنتيمتر،
هذا نبات متحمل للجفاف بشكل رهيب، لهيك أنه ينصح بزراعته للمساحات الخضراء. يوجد طرق كثيرة لاستخدام نبات الصقل في التطبيقات العلاجية، ويمكن أكثرها شيوعاً هو استخدام مادة اللزجة بشكل مباشر. لكن أم خميس عندها طريقة ثانية بتعلمنا إياها. نبتة الصقل تراها دواء للأوليين، الله يعينه. هذا نبتة الصقل نأخذ العود هذا نقصه منه ونشرخه في النص لعينه، شو يطلع هذه المادة اللزقة، وندفيه داخل الخمدة، والخمدة شو تكون بقايا الفحم، من بقايا الفحم تستوي الرمل حار وندفن داخل الصقل شوية لعينة، شو لعينة يطلع المادة زيادة ويلين يلين ويطلع المادة، نحطه في الخمدة لين يحر شوية، طلعناه من الخمدة. الحين شو المكان اللي يعورك، كان يعورك شيء يعني ظهارك ولا مكان هذا، حط الصقلة كاملة شرخها، وحط الصقلة مدفاية على الخمدة على الظهر، خوز عادة عنها الشوك عن ينغز، ها تسوي بتحطه على الظهر وتحزمه بخلقه، هذا بداية الصقل عن الظهر، لأن أول بادي يدفن في الخمدة، وبعد ما يدفن في الخمدة يحطه دافي لعينه الدواء المادة اللي لزقه تطلع وهو دافي وتلزق على المكان اللي فيه العوق. فوائد الصقل متعددة، وتتميز المادة اللزجة اللي بداخله بخصائص علاجية لا تعد ولا تحصى، والطريقة اللي قالت عنها أم خميس هي واحدة من طرق استخدامه. وجزئية التسخين هذه خطوة تسهل من عملية امتصاص المادة العلاجية. أيضا تسخين الصقل ووضعه على مكان الألم يساعد في إنتاج مواد مختلفة تسكن الآلام وتفرز مواد مضادة للبكتيريا والفيروسات بعد. وحين بتخبرنا أم خميس عن الاستخدام الثاني لنبتة الصقل وبتعلمنا الطريقة. كان عندك يروح فريولك تشققات في اليدين أول، هذا ما يقولون يعني حساسية وما ندري شو، هذا يقول تشققات في اليدين أو في الرين، حط الصقل في الخمدة إلين شوية يدفى، ويوم يدفى يطلع هذه المادة وتأخذه وتفرك به المكان اللي ليها عندك الجروح، المكان اللي فيه الحساسية تفرك به كامل بالصقل، أي مكان في حساسية لك أو وجهك حتى لولو، بس لا تلحق العين، العين بعد كانوا يكحلونهم بالصقل، لكن يكحلونهم بالمادة خفيفة، يعني يغرسون المرود في الصقلة وينفخونه عشان المادة ما تلزق في العين، ينفخون على المرود لين تخوز المادة، يعني بس تلصق التمليل على المرود لاصقة، وتحلوهم به لكن حارة ترى، يوم تحلونهم به شوية وغسلوا عيونهم، غسلوا عيونهم قال لك احل بالصقل عن الرماد عن البني، عن البني شو يستوي حب في العين تحت الليفن يسمونه بني، وعن الحساسية عن الحين ما قال هذا اللي يطلع في الوجه حب الشباب، عن كل شيء الصقل جايز، لكن أول بادي لازم تخمدينه في الخمدة وتحطينه هو دافي. مثل ما خبرتكم من قبل
هالنبات يخزن العصارة بداخله بنسبة تصل تقريبا 96%. الدكتورة سوزان بتخبرنا بشكل أوسع عن استخدام الصقل وفوائده. هذا النبات رب العالمين عطاه قدرة إنه يكون في عنده أنسجة تقدر إنها تحتوي تحتفظ الماء وتخزن الماء. ولهذا السبب لما نيجي إحنا نقسم أي من أوراقه بنلاقي إنه في جوا عنا عصارة، وهاي العصارة إنه بنقدر نقول عنها صيدلية متنقلة، لها كتير استخدامات. فالناس في القدم كانوا يستخدموها خلينا نقول لعلاج مجموعة من المشاكل المتعلقة بالجلد، مثلا التهيج، تهيج الجلد، الحروق، بيحطوا عليها اللي هي عصارة الصبار، أو ممكن أنهم يكسروا الورقة أو يقسموها ويفتحوها بشكل أنه يكون في عندي الورقة واللب الداخلي أو العصارة تكون موجودة ويحطوها على المكان المصاب أو المتهيج. وإلها يعني خلينا نقول تأثير مثل المعجزة. وفعلا الكثير من الدراسات أثبتت فعالية العصارة في علاج الكثير من الأمراض، وتحديدا الأمراض الجلدية مثل الحروق وحب الشباب. وهالشيء خلى الباحثين يسووا تجارب أكثر على نبات الصقل، وبدأوا بعمل دراسات جديدة سبت يكتشفون شو المركبات اللي تحملها واللي ممكن تعالج أمراض أكثر مثل قرحة المعدة. هذا النبات الجلد تبعه أو العصارة تركيبتها محتوية على مجموعة، يعني مجموعة من المركبات. أول شيء هي فيها كربوهيدرات، فيها مجموعة من الفيتامينات، فيها مجموعة من الأحماض الأمينية. لما نقول فيتامينات احنا قاعدين عم نقول انه فيتامينات الباء بانواعها، بالاضافه كمان فيتامين سي وغيرها من الفيتامينات. طيب لما احنا نشوف انه كل هاي المكونات موجوده فنقدر نفهم ليش الاجداد استخدموه وما زال يستخدم للعديد من التطبيقات، مش بس امور علاجيه وانما كمان امور تجميليه. فمنلاقي انه بيدخل بكثير من الخلطات، ممكن يكون هو الماده الاساسيه في الموضوع، لعمل ماسكات للشعر لتقويه الشعر وجذور الشعر، وبنفس الوقت يستخدم يوضع على الجلد علشان يعطي خلينا نقول نضاره ويعطي انه ترطيب للجلد. فهو معروف من ناحية الطب التقليدي وممارسات الشعبية، واليوم كمان في وعي كتير كبير باستخدام الصبار لأمور تجميلية وكمان علاجية. مثل ما قالت الدكتورة سوزان، وايدين يستخدمون العصارة لعلاج الشعر وتقويته من خلال قطع أوراق الصقل واستخراج المادة اللزجة ووضعها على الشعر مباشرة. واليوم أم خميس عندها طريقة بتخبرنا عنها، وبنشوف كيف بتحضرها. حق الشعر يدقونه، هذا الغصن شرخونه ويدفونه. الحين طلعت أنا من الخمدة، والخمدة شو هذه؟ الخمدة حارة تراها، ها؟ وهو الحين طلعته من الخمدة حطيته في المنحاز، يعني قطعته أبا بسرعة. ها شو هنا ذايب الحين من حطيته في الخمدة، ذاب مرة استوى يعني لين، حطيته في المنحاز دقيته، يعني ها كله مفيد لك. أن نحن الحين بناتنا ودروا، الله يعيننا، نحن رحنا ودرناك يا عادة بناتنا. شفتي استوى؟ بطلع عليكم قبل المنحاس. لما خمتي ودقيتي هذا شو تسوي به حينه؟ تاخذ هذا وتفرقيه بالراس، تفردين راسش وتحطينه فرد 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 فرد، تاخذين من هذا وتفرقيه بالراسش وانت تسيري.
وتخلينه تقريب ساعة في الراس، وانتي فرقة راسي أول يسمونه فرقي بالراس، فرقي بالراس، وآخر شيء من المفرق هذا تفرقينه كامل كذا، إن أنتي تفرقين الراس منه ما يجي لين الشعر، لين آخر الشعر منابة الشعر، تفرقينه وتفرقين راسش وتخلينه بغيتي ساعة ما تزيدين. من بعد الساعة هي تسوين تغسلين راسش، لكنه تسوينه تستعملينه 3 أيام 7 أيام هذا الحد، أكثر شيء 7 أيام أقل شيء 3 أيام. أنت ورح خير بقى، كان راسش يحت، كان حتى فراسش، كان الحمد لله شعرش يعني ما متعادل، بتحسين بشعرش سايح، بتحسين ما شاء الله تحت الشعر اليلد ناعم. هذا يوم يقولش الصقل حق الراس. مو بس الشعر واليلد، دراسات كثيرة أثبتت إمكانية استخدام عصارة الصقل لعلاج أمراض خاصة بالتهاب العيون، وبعد في بحوث جارية لإثبات إمكانية استخلاص مركبات مضادة للسرطان من العصارة أيضا. لكن في استخدام غريب ويمكن يفاجئ وايدين بتخبرنا عنه الدكتورة سوزان. ربما من الاستخدامات الغريبة للنبات الصبار أنه ممكن أنه الجل نحطه على جبهة الرأس بيقلل كتير من الصداع، بالإضافة كمان أنه العصارة تبعت الصبار بيتم استخدامها كبديل للصابون، فممكن نقول أنه هو كمان أنه بيدخل بالتطبيقات اللي لها علاقة بصناعة الصابون. فعلا استخدام غريب، ويمكن مو بالكل يستخدمونه بهالطريقة، بس هالمعلومة وايد مفيدة. وبما أنها النبتة تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمركبات المفيدة، ممكن أنها تدخل في الكثير من المواد الغذائية خصوصا المشروبات الصحية. لكن للأسف لليوم ما في دراسات كافية عن إمكانية تناول هالنبتة. حتى أم خميس قالت أن الإنسان ما يروم يأكلها إلا الحيوانات. الحيوان أكثر شيء يتغذى على الصقل الرتاب. الرتاب تأكله أكل، الهوش بيقصن الطرف. شوف يا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عطاهنا العقل، منصوب المادة اللزقة والهذا ما يتقربنها، بيقصن منصوب يابس ما في بعدها المادة، يابس المادة منه، هذا بيأكل نبينا تفنه. ولا الارتاب لا، الارتاب عادي عادي هن ياكلن هذا. ولا بني ادم لا، بني ادم يصنع منه الدويات، واللي يستعملها يعني في اي شيء يدخل الصقل. لكن هل ممكن ان الدكتوره سوزان يكون عندها راي ثاني بخصوص هالجزئيه؟ من أهم الخصائص اللي بتميز عصارة الصبار إنه في لها خواص بتسرع عملية الامتصاص، لهيك إنه لما يتم تدخيل الصبار بأي من خلينا نقول مكملات غذائية أو وجبات غذائية، الأمعاء بتصير عندها قدرة أسرع على امتصاص الفيتامينات أو غيرها من العناصر الغذائية. فلهيك كل الأشخاص اللي حيجربوا يدخلوا جل الصبار بنمطهم الغذائي حيلاقوا إنه مرتاحين أكتر، إنه وحيحسوا إنه بفرق، وهذا الشيء بسبب الامتصاص. فظاهرياً استخدام الصبار الامتصاص تبعه سريع على الجلد، وكمان داخلياً الامتصاص سريع على مستوى الأمعاء. فهذه من أهم الميزات خلينا نقول عصارة الصبار، إنه سريعة الامتصاص. يعني ممكن إنكم تدخلون عصارة الصقل في نمط حياتكم الغذائي، لأنها تحتوي على فيتامينات كثيرة تفيد جسمكم، سواء عن طريق الأكل أو عن طريق التطبيقات الخارجية. بس شو أكثر شيء يميز الفيتامينات الموجودة في الصقل؟
الفيتامينات الموجودة بجل الصبار عندها قدرة سريعة على أنه هي تذوب سواء كان بالماء أو سواء كان بالدهون، وكمان برضو هذا بيدعم ليش هالاستخدامات الرهيبة على عدة أصعدة علاجية تجميلية لعصارة الصبار. ونبات الصقل من النباتات اللي شكلها جميل واللي يعيش الفترات طويلة من دون ما يحتاج لرعاية كبيرة، وطبعاً لأنها نبات صحراوي يعني إنها ما تحتاج للكثير من المياه. وأم خميس عندها إثبات عن قدرة هالنبات إنه يعيش في أصعب الظروف والفترة طويلة بإذن الله. تعيش والله سنين. أنا اللي حيدتها نبتة الصقل، توفى يدي الله يرحمه ويرحم روح أمواتنا في أيام قيض، ودفنوه في دحيات، واليوم تميت أنا صغيرة يوم هو يغيب، ويوم كبرت صاروا أخواني وراوني القبر الله يرحمهم يرحم روح أمواتنا، قالوا لي هذا قبر يدي. قلت لهم شو بمعلمينا؟ قالوا معلمينا بصقلة. كيف معلمينا بصقلة؟ قال سبحان الله أول ما دفنوه استوت صقلة عند ريوله وصقلة عند راسه وعاشة للحين يقول لي، وحين بموديش وبراويش. ودوني فعلا عند القبر ولقيت الصقل اللي مستوية وحدة عند راسه وحدة عند ريوله، ومن يوم غياب يدي وأنا صغيرة ولين كبرت وافتهمت حصلت الصقلة عايشة لا ماي ولا شيء. إذن مع فوائد هالنبتة التي لا تحصى وسهولة زراعتها والحناية بها، الكثير ينصحون بزراعتها للاستفادة منها، وأولهم الدكتورة سوزان. خلونا نسمع شو بتخبرنا. طبعا نبات الصبار لسبب قدرته الفائقة على تحمل الجفاف ينصح لإدخاله بزراعة المناطق الخضراء، سواء كان زراعة الحدائق، حدائق العامة، حتى تشجير المساحات الخضراء في المدن أو حتى في البيوت. نصيحة لكل شخص أنه بيتابع أنه يزرع الصبار في بيته، حتى لو كان ما عنده، خلينا نقول أنه مش عايش في بيت أرضي، بيقدر أنه يزرعه على الشرفة، ما بده أي عناية، مجرد كمية قليلة جدا من الماء على مدار العام والأمور بتكون ممتازة. أنا بقدر أستخدم الصبار بأي وقت حبيت أستخدمه لأي أغراض تجميلية، بقدر أني أنا أقطع جزء من الورقة وأستخدمه في البيت، يعني بيكون عندي أداة موجودة دائما حاضرة وجاهزة لأني أستخدمها لأي استعمالات تجميلية. فنقدر نقول صيدلية، صالون متنقل. فلهيك عن جد فعلا نصيحة أنه نبلش نزرع الصبار بكثرة ونستفيد منه. في حلقة اليوم تكلمنا عن نبات الصقل، هالنبات العجيب اللي كله فوائد، استخداماته لا تعد ولا تحصى سواء كانت علاجية أو حتى تجميلية. هالنبات يمثل صيدلية متنقلة اللي كل الناس يقدرون أنهم يستفادون منه بطريقة أو بأخرى، حتى أنه ممكن تناوله للاستفادة من خيره. ومع جهود العلماء اللي ما تتوقف، نتمنى أن يتم استكشاف فوائد واستخدامات أخرى لنبات الصقل، وأن يتم استغلاله من قبل صناع القرار في الدولة في شتى المجالات. انتظرونا في الحلقات القادمة من نباتات في الشرقية مع نبات جديد ومعلومات قيمة.